أنا اليوم داخل داخل بنك مصر ولبنان ومعي مواد، ماني جاي إذا حدين، أنا زلمة صاحب حق وبدي مصرياتي، ما بحياتي أزايد حدين. هيدا مدير البنك قاعد قبالي، وممنوع يطلع، من اوضته مدير البنك، ممنوع يطلع من اوضته ابدا ابدا لو مهما كلف الامر. انا اليوم محاصر هون جوا ومش طالع غير ما ياخذ وديعتي لو على جستي. لحظة خروج عمر الاعور البطل اللي اخذها من عيونه للوديعة، مبروك يا عمر. وشو بتحب تقول لجمعية صرخة المودعين؟ نذكر انه عمر من جمعية صرخة المودعين وبده يحكي كلمة. هلا انا بدي اقول شغلة لكل مودع حاطط مصاري. نحن في مثل بيقول الحياة للأقوياء ليس للضعفاء.